الله الرحمن الرحيم. أعزائي القراء ومشاهدي اليوم السابع الموريتاني، يسعد قناة اليوم السابع الموريتاني على اليوتيوب أن تستضيف لكم وجها موريتانيا وقامة علمية استطاعت أن توصل العلم والمعرفة الإيجابية لبلاد شنقيط إلى كل أرجاء العالم. بدأ دراسته المحضرية في أطار شمال موريتانيا، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم نهل من العلوم الشرعية ما شاء الله، فكان نابغة عصره. عمل مهندسا في شركة ميفارما التي التحق بها سنة 1960 والي، فسجلت له في هذه الشركة بعد التأميم عام 1973 عدة اكتشافات لا تزال خالدة لدى سنيم حتى هذه الأيام. إنه المهندس فضيلة الشيخ محمد فال والعلية، ممثل خيمة التواصل الإماراتية العالمية في موريتانيا. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم في اللقاء، في هذا اللقاء مع اليوم السابع الموريتاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا، بارك الله. السؤال الأول الذي من البديهي أن يطرح، هل يمكن أن تعرف المشاهد الموريتاني والعربي على خيمة التواصل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خيمة التواصل هي هيئة اجتماعية عالمية تذوب فيها الأعراق، تهتم أساسا بالإنسان كإنسان، تنميته والتواصل والسلم والسلام والتعايش أفضل نماذجه. هي خيمة تذوب فيها مثل ما قلنا الأعراق، وتهذب فيها العبارات، تهتم بخطاب جديد، تحسين الخطاب هنا، وتهتم بجميع مناحي الحياة اللي يتعلق منها البشرية، تهتم بالتطوع، تهتم بالهندسة، تهتم بإدارة المعارض، بالفعاليات، تهتم بالإتيان بمستثمرين، وتهتم بأنها تقابل المستثمرين عالميا. انتشرت انتشار كبير جدا في العالم، سواء الغربي منه ولا المشرق، هي الآن في قطر وفي الكويت وفي البحرين وفي الإمارات العربية المتحدة محل مصدرها، وفي السعودية، وأعتقد أنها في واشنطن، وأعتقد أنها يمكن في أستراليا، في كثير من الدول، ومصر. فانتشرت انتشار كبير والناس قابلة عليها إقبال شديد، وهي مثل ألف ليلة وليلة، مهما قلت عنها فما يمكن، ما يمكن دائما تظهر لك فيها إيجابيات أخرى، لكن هي تخدم الإنسان كإنسان، ولا تهتم إلا بالإنسان، ولا تهتم بالسياسة، لا تعارض سياسات أي بلد، ولا تهتم هي بالسياسة. يمكن تستقبل الناس، لكن تستقبلهم كبشر يتواصلوا بيناتهم، تهتم بالناحية التجارية، وتهتم بالناحية العلمية والناحية التطوعية تقريبا. سؤال بديهي، من اللي حققت هذه الخيمة؟ ومتى أنشئت؟ هي الخيمة أنشئت من فترة مش بعيدة، يمكن الآن عمرها تقريبا يمكن في حدود 10 سنوات، أنا لا أتذكر، مع أني يعتبروني من مؤسسينها حتى في الإمارات العربية المتحدة. الرجل اللي هو المشرف عليها اسمه الدكتور عبد الله النيادي، هذا الرجل رجل صالح، هذا ما أعتقده، والله سبحانه وتعالى هو الولي للكل. هذا الرجل رجل صالح ورجل يحب الخير للناس، وبدأ ذي الخيمة، تكونت الخيمة وبدأت تدب فيها الحياة، وبدأت تستقبل الناس أشكالها وألوانها، وبسرعان ما اكتشفت الناس لأنها هي البلسم الشافي للفترة المرحلية، وإعلن ذا التدابر وذي الدنيا المولعة فيها النيران في العالم، إعلن الخيمة جات كأنها كمنقذ. نرجو الله سبحانه وتعالى له التوفيق ولنا ولخيمة التواصل. ونشأت خيمة التواصل، وبدأت السفراء، بدأوا السفراء يجوها، وبدأت رجال الأعمال يجوها، وبدأت الناس في جميع الشرائح
يقبلوا عليها ويجدون فيها خطابهم ويجدون فيها ما ينقصهم في مناحي الحياة في أماكن أخرى. هذا يعني على خيمة التواصل الإماراتي متواجدة في جميع العالم. أنا لا أقول في لكن ماشية اعتقادي أنها ستعم. هم المؤسس يقول أنا أريد 365 خيمة، هذا أول هدف له، كأن فعالياتها ما تغيب عليهم الشمس. 365 خيمة عدد أيام السنة. فأنا اعتقادي أعلنها نتيجة أنها هي لا تعارض الدول ولا أي بلد جات وتصلح فيه ولا تفسد، والشرائح يعني يجدون فيها ما يجدون من 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 عرض مشاكلهم بدون هي لا يجوز الشخص انه يسب فيها اخر ولا يتجاوز حدوده، ولا يجوز الشخص مثلا انه يظن على انه افضل من غيره والناس كلهم فضلاء. احنا هون لا نكيفها، طبعا لا نكيفها. انا لا اخفي عنكم اني اريد نكيفها على مصالح الموريتانيه اساسا، نعطيها اولويه، مع اني ايضا متعهد الناس الخيمه لابد ان نعمل لهم برنامجهم، لكن عندي اولويات. اولوياتي هو التصالح الوطني، المصالحه الوطنيه والانتاج الوطني والاكتشافات والتحسينات في الوطن وتنشيط الذكر والذاكرين وشغلهم مع بعض وادخال الهندسه في الذكر والذاكرين اللي هو التصوف، بحيث على انهم يصبحون هم منتجين وهم هم اصلا اساس في الحياه، مناحي الحياه. وانا اريد انهم تنعطى لهم قيمه ويعطوهم لانفسهم ويقوموا في عصر العولمه، يدخلوا الهندسه ويدخلوا الكمبيوتر ويدخلوا ذا ويبداوا يكونوا ناس، ويبداوا ايضا علاقاتهم بين الدول ايضا تربط بيناتهم لانهم تلاميذهم كثر. وهذا انا اريد لاني نبدا مشاكل موريتانيا قبل اي مواضع اخرى. بما انكم تظهرون هذا النوع من الوطنيه والنوع من الغير على الوطن، وقلت انكم ان الهدف الاول والاخير لكم هو موريتانيا، ما هو دور الدوله الموريتانيه بالنسبه لكم؟ هل هناك موقف، ما موقف الدوله الموريتانيه منكم؟ هل هناك دعم؟ هل هناك مساعده؟ ماذا تريدون من الدوله الموريتانيه؟ تمام. السلطة الموريتانية نريد منها الأشياء اللي تخدم الشعب، نريد منها أنها تساعد فيها. أنا طبعا لست من الناس اللي ينتظر لأنه حتى تجي المساعدات عشان يبدأ يتحرك. هذا لو مشينا بالمبدأ ذا ما يتحركش، ونبقى غير منتجين ونبقى غير فعالين ونبقى غير حتى موضوعيين في طرحنا الأشياء. أنا أريد أعلن ذا اللي عندنا من أشياء ترى الدولة أعلنها مهمة، أريد انتشار، أريد تؤامر وسائل الإعلام بنشر ما هو مناسب، يرون أنه مناسب لأنهم يرون ما لا نرى نحن. فهذه ذيك مساعدة أولى. طبعا مساعدة الدولة في التسهيلات، في تسهيلات الخيمة ووصولها، أنا متأكد لأنه لن أرى معارضة من أي جهة، لأني أنا نخدم الناس. إحنا ذي المؤسسة معمولة لخدمة الناس وليس لأي شيء آخر. إذا جاتني المساعدة أنا 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 ماشي في موضوعي، وإذا لم تأتيني أنا ماشي فيها أيضا. جزاك الله خير. سنبقى في نفس السياق بالنسبة لأهداف الخيمة والأهداف المتوخاة منها. بما أن موريتانيا بالجوار الأفريقي وقد عرف عن الشناقة على أنهم أدوا دورا لا بأس به في نشر الدعوة الإسلامية إلى البلاد الأفريقية، هل من تواجد الخيمة على المستوى الإفريقي، مستوى الجوار الإفريقي سواء مغاربيا أو سواء أفريقيا؟ هذا سؤال جيد. هذا طبعا احنا اهتماماتنا هون، أنا مسؤول عن الخيمة في المغرب العربي وشمال افريقيا، ومسؤول ايضا داخل الخيمه عن منتدى الاشراف العالمي. طبعا منتدى الاشراف العالمي يتماشى تماما مع الخيمه. فرد على السؤال، في السنغال مثلا مع الشيخ احمد بومبا منسقين تنسيق جيد جدا، وخيمه التواصل تكاد تكون
موجودة. فتنا عملنا مثلا اتصالات جيدة في السنغال ومالي، وبإذن الله تعالى ستكون موجودة بسرعة شديدة في السنغال وفي مالي. لكن احنا هون ننتظروا ترخيص مزاولة نشاط. انا في تقابلت وزير الداخلية والمواضيع ماشية على ما يرام، والدولة يبدو انها مرتاحة من خيط التواصل، وان شاء الله الايام تكشف على انها ان شاء الله ستكون ان شاء الله باذن الله تعالى بداية طيبة ونموذج جديد. واحنا في المشرق يسمونا سفراء الامل، هم ناس خيمة التواصل. الراجل ذا يعني لا يكاد يكون ما يجلس يومين في أستراليا، في أوروبا، في العالم العربي، ما يقدر يجلس مدعوهون. المهم لأنه يمكن يأتينا شهر 10، وجايبين معاه رجال مهمين إماراتيين. فعلى العموم لو بقينا في السؤال في السنغال وفي مالي، لكن إن شاء الله نريد ننتشر انتشار كبير عن طريق أهل الشيخ أحمد دوبومبا، عن غيرهم. جاوني قبل فترة، كان معايا منهم. لازلنا بنفس الفكرة بالنسبة لخيمة التواصل. نريد من كان أن توضح للمشاهد الموريتاني تواصل، لأن تواصل سوف يقع هناك لبس بين تواصل، هناك حزب تواصل من موريتانيا تواصل، يعني هل هذه الخيمة مذهب أو تخندق في جهة ما؟ أبدا، هذه الخيمة لا علاقة لها بالسياسة ولا علاقة لها بالسياسة، جميع أشكالها وألوانها. فإحنا لا علاقة، إحنا خيمة تواصل هيئة اجتماعية مثل ما قلت لكم، لا أريد أن أكرر ما قلت لكم، لكن لا يوجد عندنا مذهب. طبعا في المغرب العربي يوجد فيه المذهب المالكي، وإحنا نبقي المذهب المالكي سيد. ليش؟ لأنه فيه يعني توافق بين الناس، وفيه استقرار وفيه استمرارية، لأنه عندنا منه تجربة 1000 سنة. ما دمنا الوسطية، إحنا يهمنا الوسطية تماما، معنيين بالوسطية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. سوف نعود إليكم سيد الشيخ. سؤال، حسب المعلومات التي تحصلنا عليها، على أنكم كنتم بزيارة لبابا الفاتيكان، وكنتم الشخصية الثانية التي تزور الفاتيكان وتلتقي بالبابا بعد صحف باهي محمد. كيف لقيتم البابا؟ وماذا دار بينكم في كواليس تلك المقابلة؟ كنت هون فترة من الفترات في الثمانينات، أعطتني الوزارة رأيها وسافرت للفاتيكان. طبعا الفاتيكان كان يحضر جلسة عالمية التعايش الإسلامي المسيحي، وكان العنوان هو التعايش الإسلامي المسيحي مع الخلافات الموجودة. فسافرت إلى مدينة تسمى أسيز في إيطاليا. هذه المدينة منا فيها عدة أيام كلجنة خبراء، فجلزها وجاءوا جميع الدول المغاربية. أتذكر أن المغرب كان ممثل بالدكتور، أعتقد أنه وزير اسمه الزهيري رحمه الله، أعتقد أنه توفى، وكانت يعني كانت وفود من جميع المغرب العربي. فعملنا لمدة 4 أيام 5 أيام في إيطاليا في مدينة تسمى سيزي كلجنة خبراء التقريب وجهات النظر، واستقر الرأي على رأي تقدمت أنا به. قلت أعلن التعايش مع الخلافات الموجودة أنه لا يؤدي إلى تطور وإلى فائدة، وأن الموضوع يكاد يكون هو الموضوع الموجود بيننا قبل المؤتمر. فأعلن التعايش الحقيقي اللي يمكن يؤدي إلى تطور هو التعايش على أساس الكتب السماوية. فعملوا لجنة الصياغة وصوتت بأغلبية ساحقة على كلامي، حطوه في التقرير، وقابلنا البابا، ذاع به البابا واخذوه في تقريره، أقره البابا، وصار التعايش على أساس الكتب السماوية، معناته القرآن الكريم بالنسبة لنا احنا، والتوراة والإنجيل بالنسبة لهم. وكانت أدى الموضوع إلى مسائل إيجابية. أولا
ذا التطور اللي هو التعايش مع التعايش على اساس الكتب والسنه. بعد كثير من الاشخاص او بعض الاشخاص تاثروا بي في اثناء المؤتمر هناك وتاثرهم، وبعضهم دخل الاسلام. في عام 1990 اتخذت المهرجان وتحولت الى حلقات الذكر. هل كان التحول بمحض ارادتكم ام ان هناك تاثير داعي ما عليكم؟ طبعا اتاني شيخي واستاذي وابي اللي هو الشيخ ابو الشيخ نشخ طالب خير والشيخ نشخ مع العينين، كنا اصدقاء مع فارغ العمر واحنا صغار. فحصلت على انه تحول غريب، فكان يدعوني الى الطريقه، لكن ما كنت يعني مستجيب، الى ان الله سبحانه وتعالى اشعل في تحويل في داخلي انا شخصيا في ليله واحده، فتغيرت 365 درجه. فمن ذلك الوقت بدات المنحنى اللي انا موجود فيه الان باختصار. هذا يعني انكم اتخذتم طرق صوفيه، اي طرق صوفيه اقرب اليكم؟ احنا شيخنا الشيخ مع العيني ذا استاذ كبير، مؤلفاته قد تكون قرب 700 مؤلف كما تعلمون، وهو استاذ كبير ومجاهد في سبيل الله ورجل يعني قارئ الاستعمار مقارعه صحيحه، ورحمه الله توفي في تيزنيت، مدفون في تيزنيت كما تعلم. شيخنا الشيخ مال العينين عامل كتاب، ذا الكتاب يسمى مفيد الراوي على اني مخاوي. لا فرق بين طريقه وطريقه، الطرق كلها طرق الى الله سبحانه وتعالى، فهي عباره عن ذكر وتفكير، وهو مقام الاحسان باختصار شديد، وهي الاذكار كلها سواء كانت الذكر اللي نقول القدريه نسبه الى الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني، الشاذلية نسبة إلى شيخ الطريقة الشاذلية اللي هو بن سادر من بن مشيش أيضا قرب العرايش كما تعلمون، أنا زرته شخصيا كثير من المرات، وسواء تيجانية أو غير. سيدي عبد السلام بن مشيش. سيدي عبد السلام بن مشيش راس الجبل، كلمته المشهورة المولى عواد والرزق على الجبل. فالمهم لأنه طرق لا فرق بين طريقة وطريقة، وإنما هي أسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وشيخنا الشيخ مال العينين مأصلها تأصيل شديد، ولا ما في احنا ما في فرق عندنا بين طريقه وطريقه مره ثانيه. وشيخنا الشيخ مال العينين كان يعطي اكثر من 500 طريقه، انا اعطي الطرق كلها ولا فرق عندي بين طريق وطريق. من اجل ذلك احنا طريق جامع، واعتقد ان انها الطريق الوحيد طريق شيخنا الشيخ مال العينين، لانه هو قبض التيجانيه من الشيخ احمد التيجاني، قبضها جده الشيخ مامين اللي هو شيخنا الشيخ محمد فاضل جبر فاس، قال له إذا أخذت من عندي الطريقة نقول لك ما تصبو إليه. قال له لعلك تأذن لي فيها مع 500 طريقة عندي. قال له أذنت لك فيها. وطرق مثلا رد على السؤال، احنا لا فرق بين طريقة وطريق، وهي عبارة عن أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى يعبد بها الله سبحانه وتعالى. سوف نبقى في المحيط الإفريقي، هل تتلمذ على يدكم بعض الأفارقة والكثير من الأفارقة؟ طبعا كثير، أنا تتلمذ علي كثير من الأفارقة والعرب، يعني لي تقريبا 35 عام مضيت في المشرق، تلمذ علي كثير من الناس من جميع الجنسيات. أما السنغاليين تلمذوا علي من حتى في السبعينات بداية الأمر، لا زال عندي سكن في دكار، وعندي كثير من التلاميذ في السنغال وفي دول حتى دول افريقيه اخرى. الان سوف نبرز لك بعض الصور ونريد منك التعليق عليها. هذه والدتي رحمها الله، رائعه متمحندس جيد. هي سيده فاضله من تعالم ايضا، وها عالم ولي كبير من علماء الاجلاء، تلمذ على قاري، تلمذ على علماء، وكان شعلة من الذكاء، حفظ القرآن الكريم لعله 7 سنوات. هي أيضا كانت امرأة فاضلة وكانت تدرس القرآن الكريم وكانت عابدة، فعرفت أنها ستموت علمها الله سبحانه وتعالى، مع أنها كانت في زمنها الأخير شوي. فقالت لهم بكرة من يذهب معي إلى أبي؟ أنا ماشي لدار أبوي. قالوا لها لا، ما أحد يذهب معنا.
حصلته هكا شوي بسيطة، رفدوها للمستشفى وهي صامتة، حصلوها تقرأ القرآن الكريم، وفجأة ارتاحت شوي وفنات مثلا ما مرض. هذا أنا كنت قايد في القطارات فترتي في السنين، كأني في فارما سنين، فكان في السبعينات. هاي صورة، الصورة الأخرى كنت مع ابن أختي، هو محامي في الإمارات العربية المتحدة في العين. صورة أنا وابن أختي، طبعا طاغي عليها اللبس الإماراتي، واسم محمد سيدي، هو مشهور في المحامي مشهور هون. هي صورتي في 63، كنت معزوم في تيارت. هاي صورتي ايضا لما كنت في القطارات في كونسادو، يكون في نواديبو، الاولاد الثلاثه، لك علي الشيخ، اخواله هلك حل مناصريه ميلود زوجته، وهذا والعثمان على اليسار، الشيخ ملعيني والعثمان ابني محمد العثمان، وهذا الدكتور محمد بوير ابني الكبير اللي الان في الامارات العربيه المتحده، هو من الخبراء في البنوك المصارف الاسلاميه، هو متخرج من جامعة أمريكية في لندن. هذه الصورة في السودان، يمين يسار الشيخ سيدي أحمد العلوي الشنقيطي، والشيخ سيدي عبد الله والحاج إبراهيم، وعلى اليمين الشيخ عبد الرحمن الزبير باشا، كان مستشار إدريس السنوسي، وصار لعله من مؤسسين رابطة العالم الإسلامي، وفي الخلف أنا كنت أنا ذاك في السودان، بزيارة للسودان. هذا أنا هون ومعايا طبيب أسنان، عندنا هون في البيت اعتقادي طبيب أسنان في المتعدل من الأغلال، لا أذكر اسمه، لكن رجل فاضل كان عندنا هون. هذا هون في المسجد عندنا في مناسبة لعله تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، المناسبة كانت. هاي الصورة في السنغال، تكون تقريبا 14-15 سنة في السنغال، في البيت عندي في السنغال. هذا الدكتور اللي في الامارات العربيه المتحده اللي قلت لكم انه خريج جامعه الامريكيه، يطلع رقم واحد، اخواله انتخالوا وامه متبيبه متبقيه، قال له محمد بوي، هذا عمره كان صغير. بعد ذهابكم عن سنين واتجاهكم الى الطرق الصوفيه واتجاهكم إلى العمل الخيري، ما هي المناصب والوظائف التي تقلدتموها بعد عملكم في شركة سنين؟ أولا أسست مجمع الشيخ ملعين الإسلامي، بادئ ذي بدء أريد أبدل كلمة التصوف بخروج من الخلاف بالذكر والذاكري، عشان ما نخلو مكان للخلاف، هل هو من كذا. فهو طبعا الذكر والذاكرين هو مقام الإحسان، ويخرج الإنسان عن دائرة الخلاف. أنا أسست مجمع الشيخ مال العينين الإسلامي، وكنت رئيس مؤسس لهذا المجمع. انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة وكونت شركة هناك، وكان طبعا شركة أمتلكها مع ناس، وكنت أنا هو مديرها العام ولازلت. فأيضا تقلدت بعد ذلك، كنت مثلا داعية إسلامية أتجول في العالم، زرت مثلا محمد علي كلاي رحمه الله، كان عزمني في الولايات المتحدة الأمريكية في شيكاغو، وحتى طلبوا مني فترة من الفترات أن يكون معهم هناك كداعية إسلامية مع جماعته هو، وكان رجل عظيم رحمه الله أتذكره، نرجو له الله سبحانه وتعالى الرحمة والبركة إن شاء الله في ذويه
الصلاح والفلاح. المهم لاني تقلدت من المناصب خيمة التواصل ورئاسة منتدى الإشراف. من خلال زيارة لكم لاحظنا على أنكم تحتمون على مكتبة الإدابة بها منكم. ما هو كتابكم المفضل؟ طبعا الكتاب المفضل ما فيه كتاب مفضل أفضل من كتاب الله سبحانه وتعالى طبعا، لكن لو أردنا عشان نفهم كتاب الله أعتقد أنه من الأفضل أن الإنسان يبدأ بوصول الفقه بعد تصحيح عقيدته. وصول الفقه لا يختصر لكم المسافات ويجعلكم تأصلوا أي موضوع جاكم تقدروا تأصلوه بالعجلة وتطلعوا بنتيجة ويخرجكم من كثير من دوائر الخلافات. وأنا أطلب حتى من الدولة أنها تقرر في المقررات الإعدادي والثانوي تقرر فيهم أصول الفقه لكي تجعل الطلاب تعطيهم مناعة من الانجرافات حول بعض الأوقات الأسئلة والأشياء اللي مثلا ينجرفوا وراءها بدون علم. لو كانوا عندهم مناعة من أصول الفقه أي حد تكلم لهم يعرفون أصل ما يصبوا إليه ويردون عليه لعل تنتشر كثير من الاستقرار بعد معرفة الناس لأصول الفقه. لما تقرأون من الكتاب سواء كانوا موريتانيين أو عالميين؟ أنا أقرأ جميع الكتب، وسواء عندي الفرنسيين الغربيين نقرأهم كثقافة. أنا عارف على أن أي قارئ وأي كاتب يكتب لطائفة معينة من الناس، في واحد يكتب للناس كاملة وفي واحد يكتب للمثقفين وفي، لكن أنا نقرأ من هنا وهناك. إذا قلت لأني لا أقرأ ما تكون يعني، لكن أنا أقرأ كثير لكن غير ممنهج مبعثر، وأريد أني أبتلع كله، لكن طبعا تبقى الهمة ويبقى عدم المنهجية. لكن أنا كل الكتب نقرأها، وفي الهندسة نحبها كثير، وفي الطب وفي الكتب الأخرى والروايات اللي يعني كل موضوع. وأعتقد أن النحلة أنها رعات من كل نبت وطلعت عسل، طلعت أفضل أفضل منتج. في الأخير ما هي كلمتكم للشعب الموريتاني وما هي كلمتكم للعالم أجمع؟ كلمتي للموريتانيين أنهم يلتحموا ورا وطن واحد، دين واحد، نبي واحد، كتاب واحد، إله واحد. وهون نتذكر أيضا كلمة ميركل اللي قالت للمسلمين أنهم يضاربوا بيناتهم وهم إلههم واحد وعاقبة. نقول لهم على أنهم يتحدوا، وبدون اتحادهم أنهم لن يحصلوا على أي فائدة، وعلى أنهم يبدؤوا بالإنتاج. رسالتي للداخل والخارج هي رسالة سلام ووسطية وترك الحروب وبداية البنيان. خلال تواجدنا مع فضيلة الشيخ لاحظنا على أن فضيلة الشيخ على أن الجمعية التي ينتمي إليها تكرم بعض الشخصيات الموريتانية، ولقد صادف أن وجدنا شهادة تكريم لفضيلة الأستاذ إبراهيم الكليب. فضيلة الشيخ في الأخير نشكركم ونرجو أن لا نكون ضيوف قلة عليكم. بارك الله فينا وفيكم، سعيد كثيرا بوجودكم معايا واستفدت منه، وأرجو أن لا تكون المرة الأخيرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. جزاك الله خيرا، مرحبا. في الأخير أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة اليوم 7 الموريتانية على اليوتيوب، نشكركم على حسن انتباهكم وعلى تتبعكم لهذه الحلقة الشيقة مع فضيلة الشيخ الأستاذ محمد فال والعلية ممثل خيمة التواصل الإماراتية بموريتانيا. وشكرا.